أبدأ معك سيد طه من خبر كنا يعني نستعرضه خلال هذا النهار، وهو حول الموقف التركي الذي أكد أن تركيا وأن الرئيس أردوغان ماض بتنفيذ اتفاقية موترو ببنودها، ما يعني إغلاق دردنال وأيضا البوسفور أمام القطع العسكرية. كيف تقرؤون هذا القرار من الجانب التركي في خضم كل ما يجري من مواقف دولية حول هذه الأزمة؟ نعم، تحياتي لك في البداية ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. من دون شك هناك تطورات متسارعة حصلت خلال الساعات الأخيرة الماضية، نعي تمام الموقف التركي منذ البداية. هو كان يمسك العصا من المنتصف، وخاصة فيما يتعلق بعرض الوساطة، لكنه في الأيام الأولى من الحرب الروسية والغزو الروسي على أوكرانيا لاحظ انحراف نوعا ما في الموقف التركي تجاه أوكرانيا. أعتقد موضوع المضائق أعتقد هو الموضوع الأهم والأخطر والمعقد والأصعب بالنسبة لتركيا. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما تابعنا بالأمس هناك وضع الخطوط العريضة وحدد العناوين لموقف تركيا عندما تحدث بأن تركيا متمسكة بمعارضتها للحرب، ولكنها لن تتخلى عن موسكو، وأيضا فيما يتعلق بموضوع أوكرانيا هو متمسك أيضا بوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية. هذه هي الموقف العريض الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان. أما فيما يتعلق بالتفاصيل هي جاءت على لسان وزير الخارجية التركي كما تابعتي وتابعنا جميعا عن الموقف التركي الذي بداية حاول إمساك العصا من الوسط، ولكن فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية موترو فإنه القرار اتخذ فعلا في تركيا. نعم، يعني كما أشرت لك التصريحات التركية كانت واضحة والتي جاءت على لسان رجب طيب أردوغان، والتي فهم منها بأن الهدف الأساسي من هذه القرارات التي سوف تتخذها هي لتهدئة الأمور وليس لتأجيج الأمور. وأيضا أشار بصورة أو بطريقة أخرى بأن أنقرة هي مع حلف الناتو ومع الدول أو المعسكر الغربي، ولكن هي سوف تتحرك وفق مصالحها الوطنية. يعني بمعنى أن حاليا تركيا إلى حتى هذه اللحظة ما زالت تحافظ على علاقات جيدة مع أوكرانيا وأيضا مع روسيا، ولكن الأيام المقبلة في حال استعرت الأمور ووصلت الأمور إلى مرحلة أخطر أعتقد سوف تكون هناك ضغوط على أنقرة فيما يتعلق بموضوع المضائق وإغلاق المضائق كما حصل أو يحصل حاليا فيما يتعلق ببعض الدول الأوروبية كبريطانيا. ولكن تركيا هي أعتقد يعني النقطة الأصعب بالنسبة لها هذا الموضوع، خاصة سوف يكون أي قرار سوف تتخذه سوف يكون لها انعكاسات، أقصد قرار خاطئ انعكاساته تداعيات بشكل كبير على الداخل التركي. تتذكرين يعني بالأمس كان هناك المعارضة التركية اجتمعت وخرجت ببيان لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الحكومة التركية هي تعي تماما وتتحرك وفق ما يحصل في الداخل التركي ووفق أيضا ما يحصل على صعيد الإنجازات أو المكتسبات التي حققتها أنقرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأقصد بالدور التركي. لكن في النهاية هي تتابع بكل يعني دقة وبكل حساسية التطورات التي سوف تحصل خلال الأيام المقبلة دون الإمساك يعني أو علاقتها تأثير علاقتها مع روسيا أو حتى مع أوكرانيا.